الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم معانا وشرح مادة الكيمياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح المادة. هنبتدي في شرح الباب الثاني بعنوان الكيمياء الكمية. الفصل الأول بيتكلم على المول والمعادلة الكيميائية. النهاردة بإذن الله هنشرح المعادلة الكيميائية. المعادلة الكيميائية يعني إيه معادلة كيميائية؟ إحنا خدنا طبعا في إعدادي حاجة اسمها التفاعل الكيميائي، وعرفنا إن التفاعل الكيميائي ده هو عبارة عن كسر الروابط اللي موجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. وكنا بنعبر عن التفاعل الكيميائي بحاجة اسمها المعادلة الكيميائية. إيه هي المعادلة الكيميائية؟ هي عبارة عن مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل، وبربط ما بينهم بسهم بيحدد اتجاه سير التفاعل، وبكتب فوق السهم دوت شروط التفاعل إن وجدت. شروط التفاعل زي إيه؟ زي الحرارة، زي لو محتاجين شرارة كهربية، زي لو محتاجين ضغط معين، عامل حفاز، كل ديت شروط للتفاعل بكتبها فوق السهم اللي بيحدد اتجاه سير التفاعل. بكتب المعادلة الكيميائية من اليسار إلى اليمين، وبكتب أسفل يمين كل رمز كيميائي رمز بيدل على الحالة الفيزيائية للمادة ديت. يعني مثلا لو كانت المادة ديت مادة صلبة، بحط أسفل يمين الرمز الكيميائي حرف الإس سوليد. لو عندي المادة ديت اللي داخلة في التفاعل مثلا أو الناتجة من التفاعل كانت سائل، يبقى أحط أسفل يمين الرمز حرف الإل ليكويد. لو غاز يبقى جي جاز. لو مادة بخارية يبقى في اللي فيبور. طب لو عندي مثلا محلول مائي، محلول مائي يعني ايه؟ يعني مادة مذابة في الماء، بحط حرف الاي كيو، ده اختصار كلمة اكيوس. زي مثلا عندي المعادلة ديت 2 ام جي. الام جي هنا هو اللي هو المغنيسيوم، الحالة الفيزيائية بتاعته سوليد، عشان كده حطيت اسفل يمين الرمز الكيميائي حرف الاس زائد O2. طبعا الاكسجين، الاكسجين ده ايه؟ غاز، يبقى بحط حرف الجي جاز. عندي السهم اهو فوقيه دلتا، دلتا دي اللي هي الحرارة، يعني شرط من شروط التفاعل الحرارة. طب لو الشرط ده ما توفرش التفاعل مش هيتم. يدينا النواتج 2MgO اللي هو أكسيد المغنيسيوم، وهنا حالته الفيزيائية هي الحالة الصلبة، عشان كده بكتب S solid. المعادلة دي معادلة موزونة، وهنعرف دلوقتي يعني ايه معادلة موزونة. المعادلة الكيميائية الموزونة يعني ايه؟ المعادلة الكيميائية موزونة، المعادلة الكيميائية الموزونة بتعبر عن نسب الكميات المحددة اللي تتفاعل بها المواد المتفاعلة عشان تكون النواتج. المعادلة الكيميائية عشان تبقى موزونة بيراعى فيها عدة شروط. اول حاجة لازم عدد ذرات كل عنصر داخل في التفاعل بتتساوى مع عدد ذرات نفس العنصر الناتجة من التفاعل، وده طبعا اخدناه قبل كده في اعدادي. طب ده ليه؟ عشان احقق قانون بقاء الكتلة. عندي المعادلة هنا هوت D
دي كده تعتبر موزونة. طب ليه موزونة؟ علشان هنا الحديد FE دخل باربع ذرات. طب خرج بكام؟ باربع ذرات، 2 في 2 باربعة. طب الأكسجين دخل بكام؟ بست ذرات، 2 في 3 بستة. طب خرج بكام؟ برضو بست ذرات. يبقى هنا عندي أول شرط من شروط المعادلة الكيميائية إن هي تكون موزونة، لازم بيتساوى عدد ذرات كل عنصر في المتفاعلات مع عدد ذرات نفس العنصر في النواتج. تاني حاجة، ما بكتبش المعامل واحد في المعادلة الكيميائية الموزونة. زي ايه مثلا؟ N2 زائد 3H2 يدينا 2NH3. يعني انا هنا عندي ال N اللي موجودة في النواتج مفيش بعديها حاجة اللي هي NH3، فالان هنا المعامل بتاعها واحد. طب اللي قبليها دي الاتنين؟ لا، الاتنين دي لزوم ضبط او موازنة المعادلة. فيبقى انا عندي المعامل واحد ما بكتبهوش في المعادلة الكيميائية الموزونة. تالت حاجة، عدم تغيير الصيغة الكيميائية للمتفاعلات والنواتج عشان اوزن المعادلة. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي معادلة غير موزونة اللي هي H2 زائد O2 يدينا H2O. طب عشان اجي اوزنها المفروض اعمل ايه؟ هقوم حاطه هنا هوت قبل ال H2O 2. طب ليه؟ عشان ال H دخل باتنين وخرج باتنين. طب ال O، ال O دخل باتنين وخرج بواحد، ذرة واحدة. يبقى هنا احط قبل ال H2O 2. طب ما هنا ظبطت ال O بس اللي اتلخبط عندي ال H، بقى هنا اللي عندي ال H ايه؟ 2 في 2 باربعة. اقوم ظبطاها في المتفاعلات واكتب قبليها 2، يبقى 2 H2 زائد O2 يدينا 2 H2O. طب ممكن اعملها بالطريقة دي، احط جنب ال O في ناحية اليمين 2 وخلص دماغي وهتبقى مظبوطة. لا، انا كده انا غيرت في الصيغة الكيميائية للناتج، ما بقاش هو الناتج اللي كتبهولي في المعادلة، فده كده غلط. تطبيقات على موازنة المعادلة الكيميائية، بيقولك أعد كتابة المعادلات الكيميائية الآتية بعد موازنتها، ويجيب لك المعادلة الأولى FE زائد CL2 يدينا FeCl3. طب تعالوا كده نشوف ال Fe داخل بكم ذرة؟ واحدة. طب خارج بكم ذرة؟ واحدة برضو، يبقى ما فيش مشكلة. طب الCl، الCl داخل بذرتين وخارج بثلاث ذرات. طب هنا نعمل ايه؟ لما الاقي نفس العنصر داخل بذرتين وخارج بثلاثة ابدل الارقام. يعني ايه؟ مش هو هنا هوت داخل باتنين وخارج بتلاتة، اللي خارج بيهم اللي هما التلاتة احطهم قبل الاتنين اللي هو داخل بيهم. طيب والعكس، احط قبليه في النواتج اتنين، يبقى هو خارج بتلاتة احط قبليها اتنين. ليه طب عملت كده؟ عشان لما اجي اضرب تلاتة في اتنين يبقى بستة. طب وفي النواتج 2 في 3 ب6 برضو. المعادلة كده هوت ما بقتش مظبوطة، لان الاثنين اتضربت في الاف اي واتضربت في السي ال 3، فالاف اي هنا هوت اتلخبطت. لا، ما اتلخبطتش ولا حاجة، هي خرجت باتنين احط قدامها في المتفاعلات 2. يبقى المعادلة بعد ما توزنت بقت 2 اف اي زائد 3 Cl2
ادانا 2FeCl3. المعادلة اللي بعديها Fe زائد O2 يدينا Fe2O3. ال Fe دخل بواحد، دخلت بكم ذرة؟ واحد في المتفاعلات، خرجت باتنين، يبقى أنا هنا هو تعمل ايه؟ المفروض أحط قدام ال Fe 2 عشان تتظبط. لا، تعال نشوف كمان الأكسجين. الأكسجين دخل بكم ذرة؟ باتنين، خرج بتلاتة. ها زي ما عملنا فوق نعمل تحت، هحط هنا هو قدام ال O2 تلاتة، وأحط قدام النواتج 2، عشان لما أضرب 2 في 3 6 أكسجين دخلوا، واتنين في تلاتة 6 أكسجين خرجوا. طب وال Fe قبليها 2 وبعديها 2 يتضربوا في بعض، يبقى 2 في 2 ب4، فهنا هحط هنا قدام ال Fe اللي موجودة في المتفاعلات 4. المعادلة اللي بعد كده HNO3 يدينا H2 زائد NO2 زائد O2. المعادلة دي هبتدي ان انا اجرب، احط مرة قبل ال HNO3 2، ابتدي اظبطها، ممكن ما تطلعش معايا، لو 3 اظبطها، الاخر هكتشف ان هي احط 4 قدام ال HNO3 عشان تبتدي تتظبط معايا. طب 4 هيدروجين دخلوا، يبقى لازم 4 يخرجوا. طب اللي خرج الهيدروجين كام؟ 2، يبقى احط قدامها 2. بس هنا الهيدروجين اللي خرجوا 4، بس الاكسجين هيك كده العدد زاد، بدل ما هو كان خارج ب5 5 اكسجين، لا كده زاد كمان بقى 6 اكسجين خرجوا. طب وتعالوا نشوف كده هوت اللي داخل كام ذرة اكسجين؟ 3 في 4 ب12. طب واللي دخل كام ذرة نيتروجين؟ 4. طب هنا هوت النيتروجين ممكن نعدلها، نحط قبلها 4 عشان تتظبط، يبقى الهيدروجين اتظبطت والنيتروجين اتظبطت. طب والاكسجين اللي دخل 12، 3 في 4 ب12. طب اللي خرج 2 زائد 2 في 4 ب8، يبقى 10، 10 و2 12، كده المعادلة اتظبطت. نيجي للجزئية اللي بعد كده في الدرس، اللي هي المعادلة الأيونية. بعبر عن المعادلة بمعادلة أيونية، عبر عن ايه؟ عبر عن حاجتين، يا عمليات فيزيائية أو تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية دي ممكن تكون تفاعل تعادل أو تفاعل ترسيب، وده اللي احنا هندرسه دلوقتي. طب اول حاجة هنتكلم عنها العمليات الفيزيائية. العمليات الفيزيائية زي ايه؟ زي مثلا لما جزيئات بعض المواد الايونية تتفكك الى ايونات، يعني تتأين. زي ايه؟ لما دوب حبة مية، حبة ملح في مية، الملح ده اللي هو اسمه ايه؟ كلوريد الصوديوم، دوبته في المية، هتتفكك الايونات بتاعته الى ايونات الصوديوم الموجبة زائد ايونات الكلور السالبة. يبقى دي كده هو اسمها عملية فيزيائية، لان الجزيئات موجودة زي ما هي، ما تغيرتش في تركيبها عشان اقول ان هي حصل لها تفاعل كيميائي. لا، دي عملية فيزيائية، يعني ايه؟ اتغيرت من صورة لصورة تانية، بس الايونات موجودة زي ما هي بنفس شكلها. تاني حاجة التفاعلات الكيميائية. اتفقنا التفاعلات الكيميائية ممكن تكون تفاعلات تعادل او تفاعلات ترسيب. طب تعالوا نشوف تفاعلات التعادل.
علشان أكتب معادلة أيونية بتعبر عن تفاعل التعادل لازم بيبقى ليها خطوات معينة. إيه هي الخطوات دي؟ أول حاجة عندي أكتب المعادلة الرمزية الموزونة، يعني لو جاب لي معادلة رمزية لازم عندي كده إن أنا أوزنها. تاني حاجة بكتب المواد الداخلة والناتجة من التفاعل على هيئة أيونات مع مراعاة إن المية ناتج أساسي وبيوجد على هيئة جزيئات في الحالة السائلة، يعني مفككوش لأيونات. تالت حاجة بحذف الأيونات اللي هي مشتركتش في التفاعل، يعني اللي موجودة في المواد المتفاعلة وموجودة في النواتج، بدل موجودة في الناحيتين أشطب عليهم أحذفهم. بعد كده أختصر المعاملات إلى أبسط صورة عشان أكتب المعادلة اللي بتبين في الآخر الأيونات المتفاعلة فقط. وتعالوا نشوف مثال عليها. لما يقول لي هنا تفاعل حمض الكبريتيك مع محلول هيدروكسيد الصوديوم لتكوين محلول كبريتات الصوديوم ومية، هو عايز هنا ان انا اكتب له المعادلة الايونية المعبرة عن التفاعل. طبعا تفاعل حمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك اللي هو ايه؟ H2SO4. تمام، الحالة الفيزيائية بتاعته اكيوس، فبكتب اسفل يمين الرمز AQ زائد هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ايه؟ NaOH. جميل، الناتج بقى هيطلع لي ايه؟ كبريتات الصوديوم اللي هي Na2SO4 زائد مية اللي هي H2O. طيب اللي انا قلته دوت قلته من غير معاملات، يعني انا قلتها غير موزونة، وعشان اوزنها انا عندي هنا هوت بلاقي ان ال H2SO4 موجودة في المتفاعلات وفي النواتج. طب ال H2 H دخلت هنا باتنين وخرجت باتنين. جميل، طب ال Na دخلت بواحد وخرجت باتنين، يبقى احط قبل ال Na في المتفاعلات 2، وهو ده فعلا اللي هو مكتوب 2NaOH. جميل، طب هنا هو ال OH، ال OH كانت داخلة باتنين واحنا كان داخلة بواحد واحنا حاطين قبلها في المعاملات اتنين، يبقى لازم تخرج باتنين. عشان كده انا هنا عملت ايه؟ حطيت اتنين قبل المية، يبقى انا كده وزنت المعادلة. باجي افكك كل من المتفاعلات والنواتج الى ايوناتها، يعني ايه؟ H2SO4 ال H ده ايون ايه؟ ايون موجب، بس هنا H2، فلما اجي افككه اكتبه 2H بلس علشان هو ايون موجب، الحالة الفيزيائية بتاعته اكيوس. طب SO4 SO4 ده ايون سالب، ده مجموعة ذرية اساسا سالبة والتكافؤ بتاعها ثنائي، عشان كده بكتب فوق -2 زائد 2NaOH، هتبقى 2Na موجب زائد 2OH سالب. يبقى انا هنا ابتديت ان انا افكك المتفاعلات الى ايوناتها. طب والنواتج Na2SO4 ديت هفككها الى 2Na موجب زائد SO4 سالب 2. طب والمية هتفضل زي ما هي، زي ما احنا اتفقنا ان هي عنصر اساسي فما بفككهاش. طيب المفروض بعد كده بعمل ايه؟ بحذف الايونات المتشابهة، يعني هنا 2H موجودة في المتفاعلات موجودة في النواتج لا، يبقى تنزل زي ما هي. ال SO4 موجود في المتفاعلات وموجود في النواتج احذفه. طب ال 2NA
موجودة في المتفاعلات والنواتج أحذفها. التو أو إتش موجودة في المتفاعلات ومش موجودة في النواتج، يبقى نزلها زي ما هي. يبقى أنا عندي المتفاعلات في المعادلة الأخرانية هتبقى 2H موجب، طبعا الحالة الفيزيائية أكيوس، زائد 2OH سالب والحالة الفيزيائية أكيوس. طب والنواتج؟ احنا حذفنا خلاص اللي هو موجود في المتفاعلات والنواتج، فتفضل لي عندي ايه؟ 2H2O، وده مية يعني ليكويد. انا عندي المعاملات بتاعة المتفاعلات والنواتج كلها 2، احذفها عشان ابسط المعادلة، فهتطلع لي في الاخر H موجب زائد O H سالب يدينا H2O. المعادلة دي بتمثل ما يعرف بالمعادلة الايونية لجميع تفاعلات التعادل مهما اختلف نوع الحمض او القاعدة القويين. يعني ايه؟ يعني اي معادلة ايونية لتفاعل تعادل لازم تنتهي بالمعادلة دي. يبقى المعادلة دي هي المعادلة الايونية لكل تفاعلات التعادل. نيجي بعد كده لتفاعلات الترصيب. خطوات كتابة المعادلة الأيونية المعبرة عن تفاعلات الترصيب. أول حاجة برضو نفس هي في تفاعلات التعادل، هكتب المعادلة الرمزية ولازم تكون موزونة. تاني حاجة هكتب المواد الداخلة والناتجة من التفاعل على هيئة أيونات، بس هنا بقى هراعي اني الراسب المتكون ما بيدوبش في المية وبيوجد في الحالة الصلبة، يعني هنا ما بفككهوش لأيونات، بيفضل زي ما هو وحالته بتكون صلبة. بعد كده بحذف او بشطب على الأيونات اللي هي لم تشترك في التفاعل من طرفي المعادلة، يعني الموجودة في المتفاعلات والنواتج، زي بالظبط التفاعلات التعادل اللي احنا لسه قايلين عليها. بكتب المعادلة اللي بتبين الأيونات المتفاعلة بس، وتعالوا نشوف مثال عليها. اما يجي يطلب منك ان انت تعمل المعادلة الأيونية اللي بتعبر عن تفاعل الترصيب الآتي، ويقول لك تفاعل محلول نترات الفضة مع محلول كرومات البوتاسيوم لتكوين راسب، ونحط تحتيه خط، ده معناه ان هو تفاعل ترصيب، لتكوين راسب احمر من كرومات الفضة. اول حاجة بعملها بكتب المعادلة الكيميائية لازم تكون موزونة، تمام كتبناها اهي ووزناها، بقت 2AgNO3 اللي هو نترات الفضة أكيوس زائد K2CrO4 أكيوس اللي هو كرومات البوتاسيوم، ادانا 2KNO3 أكيوس زائد AgCrO4 سوليد. سوليد هنا ده معناه ان هو ده الراسب بتاع كرومات الفضة. هعمل ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ببتدي ان انا كل مركب او كل متفاعل وكل ناتج من التفاعل ابتدي ان انا اعمل ايه؟ برافو عليكم، زي المرة اللي فاتت، زي تفاعل التعادل، ابتدي ان احنا نجزئه لأيونات ونفككه لأيوناته. يبقى 2AgNO3 هتبقى 2Ag موجب زائد 2NO3 سالب، وهما الاتنين أكيوس. طيب K2CrO4 هتبقى ايه؟ K2 هتبقى 2K موجب لانه ايون موجب. طب CrO4 ده سالب 2، يبقى CrO4 سالب 2، وهما الاثنين في الحالة اللي هو الاكيوس. طب ادانا 2KNO3، ال2KNO3 هتبقى 2K لوحدها موجب زائد 2NO3 سالب. طب احنا هنا كتبنا ليه 2K و2NO3؟ عشان ال2 قبليهم، يعني مضروبة في الكي ومضروبة في الNO3.
طيب وهما الاثنين في حالة اكيوس الحالة الفيزيائية بتاعتهم. طيب ال AgCrO4 نزلناها ليه؟ برافو عليك، عشان ده راسب موجود في الحالة الصلبة فما بفككوش لأيونات. هبتدي بعد كده احذف عندي الايونات اللي هي لم تشترك في التفاعل، اللي موجودة في المتفاعلات وموجودة في النواتج. ال AG لا، موجود في المتفاعلات مش موجود في النواتج، يبقى نزله تحت في المعادلة اللي تحت، يبقى 2 AG موجب زائد 2NO3 موجودة في المتفاعلات والنواتج نشطب عليهم، 2K موجب موجود في المتفاعلات والنواتج نشطب عليهم. طب CrO4 سالب 2 لا، موجود في المتفاعلات مش موجود في النواتج، يبقى ننزلها في المعادلة اللي تحت. طيب والنواتج عندي هنا ايه؟ برافو عليكم، الراسب اللي اتكون اللي هو AgCrO4 اللي هو كرومات الفضة. يبقى عندي هي دي المعادلة الأيونية لتفاعل الترسيب ده. يعني ايه؟ هل المعادلة الأيونية لتفاعلات الترسيب بتختلف من تفاعل الآخر؟ اه طبعا، انا عندي المعادلة الأيونية بتختلف لتفاعلات الترسيب من تفاعل لتفاعل آخر، لكن المعادلة الأيونية لتفاعلات التعادل واحدة ما بتختلفش مهما اختلف الحمض أو القلوي اللي داخلين في التفاعل. أتمنى أن انتوا تكونوا فهمتوا معانا الدرس.